مراسلتنا سائدة الجمال رصدت واقع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأهلية الطوعية للمهجرين في مركز جبري. الجمعيات الأهلية في مدينة حلب ساهمت إلى حد كبير في التخفيف من معاناة الأسر النازحة من الأحياء الشرقية وقدمت لهم مستلزمات العيش الكريم. نحن مؤسسة الشهيد هون ندعم العوائل، أمنهم كامل، إيواءهم كامل هون منطقة جبرين، في كمان تعليم هون. الحمد لله اللي الله وفقنا بخدمة هالعوائل هذول النازحين اللي طالعين من عصابات إرهابية وجايين لعندنا يشوفوا فكرنا عم نقدم تدفئة. قدمت لنا كل المساعدات من أكل، من لباس، من دواء، أغراض الأولاد، بواط، شناتي، حرامات. قتلنا الجوع، كل يومين يعطونا 11 رغيف، كل عيلة. والجمعيات اجت لهون ما قصرت مع انسان من المستشفى لمستوصف، والله اعطونا اسفنجات واعطونا حرامات. قدمتنا كل مستلزمات الاطفال من البسه ومن حرامات ومن كل شيء وتعليم، وهالاولادي بالمدارس هن. نحن من اللحظات الاولى من خروج اهالينا من الاحياء الشرقيه لمدينه حلب، مديريه صحه حلب تواجدت في مراكز لواء بعيادات متنقله وبكادر طبي وبكادر تلقيحي وعم يتابعوا كل الحالات الموجودة بمركز لواء بجبرين. بتكاتف كافة جهود المجتمع السوري حلب ستخرج من محنتها أقوى وسيعيد أبناؤها إعمار ما خربته يد الإرهاب. من منطقة جبرين كانت معكم سائدة الجمال.